الطبي خارج القدم ممتازة هناك في الجهة اليمنى، تمريرة رائعة من يوسف، محاولة رباطية في هذه الأثناء، فرصة فرصة الهدف الأول. العاصمي يتقدم عن طريق يوسف أنوار، العاصمي يتقدم في هذه اللحظات والكرة في مرماك. يا أناس تساءلت قبل لحظات لمتى الصمود يا أناس، كنت أعرف بأن الأمور ستذهب بهذا الشكل لأنه تمة أشياء غير طبيعية تحصل في دفاعات فريق الرجاء. كنت أشفق عليك يا أناس لأنه شعرت بأنك الوحيد الذي تقاوم هذا الهجوم الرباطي في هذه الأثناء. نعم يوسف أنوار أمامه، وقوف كل لاعبي فريق الرجاء أمامه، انهيار دفاع فريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظات. يتمكن فريق الفتح الرباطي، شوف شوف هو من بدأ الهجمة، هو من بدأ الهجمة، الزرهوني في الجهة اليمنى والمتابعة من سفيان. ليس هناك تسلل، وحده من دون رقابة. فعلا هذه اللقطة تؤكد الحالة الكارثية لدفاع فريق الرجاء الرياضي. شوف شوف هنا لمسة بخارج القدم، ولكن ما أعجبني في هذه اللقطة بدايتك يوسف أنوار، انطلاقة من وسط الميدان، أنت الذي بدأت الهجمة وأنت